سيدي في سؤال آخر، كنت قد تكلمت أو ما هو ردك حول حكم الموعظة في المقابر؟ بارك الله فيك. شوف، أولا حنايا أول مرة نديروا لايف تاع موعظة في المقبرة تاع المخلوق ربي يرحمها، يعني جارتنا وجارة المسجد وإنسان نحسبها من الصالحات. فكنا مع جماعتنا هكذا في المقبرة، التفتنا مع بعضنا مسيرين تاع المسجد، واش نديروا موعظة الناس هم هنا وكذا، أوكي واش نديروها لايف، عندك تليفون اجبد التليفون درنا لايف. تجاوزت 1.5 مليون مشاهده. جميل. شيء عجيب، احنا ما توقعناش هذا القبول من الناس. الغريبه بعض الناس ينتقدونه، قال لك هذا بدعه وهذا حرام وهذا كذا. اولا اللي يشوف انتقادات القوم هذو يتوهم انني درت حفله في المقبره. قال له بابا موعظه في المقبره، كشغل حاجه معلومه من الدين بالضروره، وانني كانني نبشت القبور. يا اخي من الحكمه ان تعطي كل شيء حكمه. قال هذا كأس وهذه قارورة، ما تسميش أسماء بغير مسمياتها، وإذا قلتم فاعدلوا. واحدة. ثانيا حتى ولو تكلمنا بدقة علمية يتوهم الناس أن هنالك حديث نسمعه مليح يقول إياكم ومواعظ في القبور، وأنا خالفت الحديث مضادة، وهذا لا وجود له. بالعكس كان إشكالية أخرى، لا يفرقون بين المسائل الخلافية والاجتهادية والمسائل المتفق عليها، لا يفرقون بين مسائل الأصول الكبرى والمسائل الفرعية. هذه المسألة هذه أصلا مختلف فيها بين من ومن المعاصرين. دركا هما الآن مشكلة هؤلاء القوم يروحوا دائما للعالم الذي يقول بدعة يتمسكون به، اللي يقول ماهيش بدعة لا لا يطرحون كلامه ولو كان من كان، اللي يقول حرام يقولوا لا لا يتبعوه، بصح اللي يقول يجوز ولا فيها خلاف ولا مكروه لا لا لازم يتبعون الأعنت فالأعنت والأشد والأشد. نجيو باختصار شديد نشوفوا على ماذا اعتمدتنا في موعظة الناس في المقبرة. أولا الإمام البخاري في صحيحه، والناس المختصين في الشريعة يسموه تبويب البخاري، تراجم البخاري، العنوان تاعو فيه حكم، قال باب الموعظة أو باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. وجاب حديث علي بن أبي طالب أن الصحابة قال كنا محيطين بالنبي عليه السلام وكان يحدثنا ما من نفس من نفوسها إلا يعرض عليها مقعدها من الجنة ومن النار. إذا النبي وعظ الناس في المقبرة. واحدة. الإمام النووي قال باب الموعظة عند القبر في رياض الصالحين، وهو من هو. كذلك لو نعود إلى حديث عذاب القبر اللي من صغرنا وحنا نسمعوه، الشريط تاع أحمد القطان ولا كلام عبد الحميد كشك رحمه الله كذا، نلقاوه باللي رواه البراء بن عازب في مقبرة كانوا مع النبي عليه السلام وروا لهم كيف تخرج الروح والمؤمنون روح والكافرون روح. هذه أيوة أدلة. نزيد نشوفوا نقولوا العلماء، يا أخي العلماء يقولوا الإمام ابن باز إمام أهل السنة والجماعة في عصره، صحيح. الإمام الألباني مجدد علم الحديث طبعاً. باتفاق المخالف والموافق. ابن باز سئل عن الموعظة في المقبرة قال سنة فعلها رسول الله، وهو شيخ الفوزان وشيخ الحيدان وشيخ العثيمين، يا أخي شيخ شيوخ اللي تنتمون إليهم. ثانيا الشيخ الجبرين حدثني الشيخ توفيق من بلدية قلال، وشيخ مسن إمام أكبر مني وأقدم مني، قال والله حضرت في مكة موعظة المقبرة قام بها الشيخ عبد الرحمن الجبرين، عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو هيئة كبار العلماء ولجنة دائما الإفتاء رحمه الله، من كبار العلماء عندهم في السعودية. الشيخ الألباني في كتابه تصورش عنوانه أحكام الجنائز وبدعها، قال ويجوز للإمام أن يذكر الحاضرين ويحضر لهم، واستدل بحديث عذاب القبر وجابوه كاملا. هذا يدل على ماذا؟ أولا أنا أثبت الدليل من السنة، وأثبت الدليل من تبويبات البخاري والنووي، وأثبت الفتوى الصريحة من ابن باز وابن عثيمين ابن باز والألباني وبعمل الشيخ الجبرين. هم لا لا يروح الشيخ تاعهم مثلا، أو إذا كان عالم إذا كان العثيمين ولا الحيدان خالف في المسألة، مسألة اجتهادية فرعية، أنا يسعني ما وسع الخلاف بين السلف وبين العلماء، يعني كيف الآن تلزمني برأي أنت فيه مخطئ؟ أنا أعتقد أنك مخطئ. إذا كنت مصيبا عند نفسك فأنا مصيب عند نفسي. كما يقول الشافعي وداروها بعض الناس، يعني شعار رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب، وهذا اجتهاد. إذا قلت الألباني مجدد العصر في الحديث هو الأحاديث وحكم بهذا، إذا قلت النووي شارح صحيح مسلم ورد الصالحين، ابن باز إمام أهل السنة وشيخ الشيوخ اللي مع بعضهم منع هذا. نزيد نقول لك هذه الشيخ أخي طارق طبعا شيخ العثيمين لما قال لا تتخذها سنة وتفعلها دائما ليكن في علم المستمعين. هذيك الموعظة آخر موعظة ألقيتها في مقبرة منذ 3 سنوات تقريبا في وقت كورونا ب 2020، مات واحد جاري ربي يرحمه الحاج رزقي ربي يرحمه، فألقيت موعظة الناس كانوا متأثرين وكذا. حتى على مذهب ابن عثيمين أنا أفعلها أحيانا نادرة جدا. وثانيا احنا ما قلناش درنا منبر والله رانا نقولوا للناس جماعه ومقدمه وعرض وخاتمه ونصف ساعه، زوج كلمات هكذا. نزيد هذه انا على علم بالمنطقه اللي راني فيها، في المنطقة اللي أنا فيها الحضور اللي كانوا ثم أكثرهم لا يصلي. السؤال بالله عليكم، أين أجد تارك الصلاة؟ أنا نلقاه في الجامع، نلقاه في المقبرة، نلقاه في المستشفى، نلقاه في عقد زواج. أنا في عقد زواج ندخل الناس تارك الصلاة المسجد. النبي عليه السلام المشركين وفد عبد القيس مشركون دخلهم الجامع المسجد النبوي ودعاهم للإسلام ودخلوا الإسلام. مهمة سيدي. إيه دوك أنا الإنسان اللي ما يصليش والله يا أخي طارق غير يشربوا الخمر غير يجيو يريحوا المقبرة وعندهم مقبرة مقدسة يحضروا. أنا لماذا لا أستغل الفرصة في الدعوة إلى الله؟ حتى ابن العثيمين وش قال؟ قال فإذا رأى الإمام من الناس غفلة وإقبالا على الدنيا وإعراض على الآخرة وعظهم وذكرهم. على جال هذه تديرون هذا الحرب، الناس راح تخرج من الإسلام والبيت الإبراهيمي والناس راح تكفر بالله العظيم وتلحد، وأنت يجي في مسألة كما هذه وتكبرها. يا أخي ما تجيش للصفحة نتاعي، ما تتبعنيش. ببساطة صحيح. أنا ما جيتكش للدار ولا صفحة تاعك وفرضت نفسي عليك، يجي ليك ويكابتوري واسي. هذه جريمة إلكترونية، وزيد أنتم معرضون للإثم لأنكم تحاربون أناس يتكلمون بالدليل وبالكتاب والسنة. يا أخي أنا مقلد صبا، أخي كاين تقليد في المذاهب، أنا قلدت الإمام الألباني والإمام ابن باز، روح للنار سبحان الله.